توقف صباح اليوم وزير الأشغال العمومية السيد عبد القادر قاضي على مشاريع قطاعه بولاية المسيلة، واستهلت زيارته رفقة الوفد المرافق له من بلدية سيدي عيسى، أين استمع إلى عرض شامل حول القطاع، ثم وقف على سير بعض المشاريع الجاري إنجازها، منها الطريق الاجتنابي للمدينة على مسافة 12 كيلومتر، كما عاين مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 8 على مسافة 9 كيلومتر. وقصد التخفيف من حركة المرور الكثيفة التي يعرفها ذات الطريق، استمع الوزير إلى عرض لمشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 8 في شقه الرابط بين بلديتي سيدي عيسى وعيد الحجل. برنامج مدروس مخطط، هو برنامج 2015، وكاين برنامج الخماسي اللي هو يضم كل ما طلبت الولاية من إنجازات. إن شاء الله نكون في الاستماع نتاعها ونجاوب معها بحسن النية نتاعنا. ما فيهش أي حاجة نقصت البرنامج، ما هوش أنا نقول فيها، هذا فخامة رئيس الجمهورية يقول فيها. البرنامج يقعد برنامج ويتجسد كامل، ما فيهش نقص فيه. إلا كان أكثر نقص في سعر البترول، بلك راح نأجلوا مشروع أو اثنين، ولكن ما هوش البرنامج ككل. والوقت الحالي راهي بشر بالخير. مشاريع هامة تنجز على عديد محاور الطرقات زارها الوزير، وأعطى من خلالها توجيهات للقائمين على إنجازها لاحترام المقاييس والأجال القانونية، على غرار الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين بوسعادة وحدود ولاية بسكرة على مسافة 57 كيلومتر. كما عين الوزير وأعطى إشارة استغلال منشآت مخصصة لوزن حمولة الشاحنات على محاور الطرقات الوطنية الكبرى التي تعبر الولاية، وذلك للحفاظ عليها. مشاريع أخرى في الأفق لا زالت قيد الدراسة، ستستفيد منها مستقبلا من ربط الولاية بالطريق السيار شرق غرب والطريق السيار للهضاب العليا وغيرها من المشاريع الواعدة.